أهلا بكم مجددا مشاهدينا. دائما موضوع اليوم نخصصه لعرض الخطوط الكبرى للبرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، ومتابعة لهذا الموضوع معنا مباشرة عبر الهاتف السيد عبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية. سي عبد الصمد، مرحبا بك. أهلا وسهلا. يعني على ماذا ترتكز الأرضية الانتخابية لحزبكم؟ أي بمعنى ماذا عن برنامجكم الانتخابي؟ أولا شكرا على الاستضافة. أهلا. في حقيقة الأمر أن البرامج حينما نستمع إليها لا تختلف عن بعضها، ولكن في الحركة الديمقراطية الاجتماعية نريد أن نكون واقعيين شيئا ما، لأننا في جميع الحملات الانتخابية كنستمع لبعض البرامج وبعض يعني الوعود في حقيقة الأمر كنعرفوا من الأول على أنها صعبة على أنها تطبق على أرض الواقع. الحركة الديمقراطية الاجتماعية بطبيعة الحال كجميع الأحزاب أعدت برنامجا، ولكن برنامج اللي مبني على الواقع وعلى يعني الصراحة وعلى عدم يعني وعود اللي يمكن لها غدا تجعلنا في موقف حرج مع المواطنين والناخبين. فهناك عدة يعني تدابير وعدة إجراءات اللي كانت لجنة مكلفة بهذا الشأن هذا اتخذتها، وسيتم تقديمها للمواطنين خلال الحملة الانتخابية إن شاء الله. ولكن نريد أن نقول على أنه في حقيقة الأمر لأن البرامج ما بغيناهاش تبقى يعني دائما محددة بوعود لا يمكن أن تطبق على أرض الواقع. والحركة الديمقراطية الاجتماعية عندها بعض الإجراءات فيما يخص أولا الفلاحة، لأننا نعتبر أن المغرب يعني الفلاحة عمود فقري في الاقتصاد المغربي. كذلك نريد تشجيع المقاولات الصغرى لتمكين من خلق فرص الشغل، لأن نعتبر على أن تشجيع المقاولات الصغرى هما يعني الدعم الأساسي لخلق فرص الشغل، لأننا نعتبر على أن الاقتصاد المغربي اليوم والمناخ العالمي كيجعل على انه صعيب على ان الدوله توفر مناصب الشغل لجميع الحاملين الشهادات وجميع يعني طامحين في انهم يولجوا العمل في الاداره. فهادو بعض الاجراءات اللي غادي نعطيو التفاصيل بها في الحمله الانتخابيه ان شاء الله، واللي غادي يكون عندنا مناسبه في نقدموها للمواطنين باش يعلموا على البرنامج ديال الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه. إذن أبرز ما سيميز برنامجكم الانتخابي هو الواقعية والصراحة كما ذكرتم. تماما. ماذا عن فئة الشباب مثلا؟ يعني اليوم في الترشيحات اللي قررناها في الحركة الديمقراطية الاجتماعية ركزنا أولا على الوجوه الجديدة وعلى الشباب بصفة عامة. ويمكن نقول لكم على أننا اليوم استطعنا أننا نوضع اللائحة ديالنا في مصالح وزارة الداخلية، يعني بحيث أن اللائحة كانت جاهزة لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للشباب، وهذا كان عمل يعني مسبق هذه منذ 3 أشهر، ونحن في تنقيب على طاقات شابة اللي يمكن لها تعطي قيمة مضافة بالنسبة للعمل السياسي وبالنسبة ما يمكن أن نقدمه في المجال البرلماني، لأن اليوم الأمر يختلف يعني في البرلمان وخصوصا المسألة هذه يعني مع المواطن، على أن اليوم البرلمان ماشي هو الانتخابات السابقه ديال الجماعات والجهات اللي كنا عشناها السنه الفارطه، فالاختصاص تختلف تماما، وهذه هنا في البرلمان ستكون يعني تصور ديال السياسات العموميه والتوجهات الكبرى ديال البلاد، ماشي يعني السياسات اللي كنا العمليات اللي قمنا بها في الجماعات المحليه اللي كتعلق بالمواطن مباشره في الحياه اليوميه ديالو. فهذا اليوم احنا في اطار اخر، فلهذا اختارينا شباب عندهم طاقات عندهم كفاءات اللي يمكن لهم يوصلوا خطاب للمواطنين واللي يكون كما كنقول كيتصل بالواقعيه وبالصراحه وبالشفافيه، لاننا نعتبر على انه ماشي المقاعد وماشي يعني النتائج اللي كتهمنا بل المستقبل ديال المغرب والمستقبل ديال الشباب ديالنا باش يمكن المغرب يكون في احسن الظروف ان شاء الله. طيب سي عرشان، نعرف بان الحمله الانتخابيه ستبدا بعد ايام، ماذا حضرتم في هذا الشان في هذا السياق؟ يعني حملة غتكون جد عادية بخطاب عادي، وبيعني أي أولا تركيز على أن المواطن يمشي يقوم بالواجب الوطني أو أي أنه يصوت وأنه يختار الناس اللي يمكن غدا اللي غيكونوا في قبة البرلمان اللي يمكن يكون
يغيروا من الملامح اللي عشناها في السنوات الفارطة، وعلى أننا يكون خطاب اللي يكون في المستوى ديال التطلعات ديال الشعب المغربي، ماشي في ذاك الخطاب وذاك الصور اللي كنا كنعيشوها في السنوات الأخيرة اللي حقيقة كانت كتدفع المواطنين للعزوف. كنعتقدوا على أن الحركة الديمقراطية الاجتماعية عندها دور في هذا المجال هذا، على أنها يعني يكون مرشح اللي يكون قريب من المواطنين، اللي يكون كيقول الصراحة المواطنين، وبغض النظر عن النتيجة اللي يمكن يحصل عليها الحركة الديمقراطية الاجتماعية، نحن نفكر في المستقبل ديال المغرب أكثر من نفكر في النتائج. وخاصة أن المواطنين يعقدون أملا كبيرا على هذه الانتخابات التشريعية المقبلة. السيد عبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. كنت معنا مباشرة عبر الهاتف. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل تقديم فقرات هذه الفترة الإخبارية، فترة نشرة الظهيرة. أرجو أن تبقوا معنا.